أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال لي أحد طلاب العلم إن صيام يوم الخميس غير ثابت، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ صيام يوم الاثنين ويوم الخميس ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سنة، يصوم من الأسبوع يومين، يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذا ثابت ما في شك إن شاء الله. نعم. لكن ظهر ناس بس يريدون يخالفون الناس ويشككون الناس في أعمالهم الصالحة ويثبطون الناس عن الأعمال الصالحة وهم ما يعملون شيء. العجيب أنهم هم ما يعملون شيء، لكن لا رأوا واحد يعمل ويحرص على النوافل راحوا يشككونه، هذا ما ثبت، هذا ضعيف، هذا كذا، بس يثبطون الناس عن العمل الصالح، وهذه علامة شر ما هي علامة خير. نعم.